من امام المجمع الخدمي بقريه الاحراز بمحافظه القليوبيه، لينا لقاء مع الاستاذ مصطفى السيد المنسق العام المساعد لمبادره حياه كريمه بمحافظه القليوبيه. اهلا بحضرتك استاذ مصطفى. طبعا احنا شايفين مشروعات كثيره بتتنفذ على ارض الواقع، سواء المجمع الخدمي او المدارس او مراكز الشباب او المركز الطبي. كلمنا عن ايه المشروعات اللي بتتنفذ على ارض الواقع؟ احنا الفتره طويله جدا كان قطط تنميه الريف المصري ظلت حبيسه الادراك، الى ان اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 مبادره حياه كريمه، وعلى الفور السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه والدكتور ايمن ريان نائب المحافظ وجهوا فورا بضروره وضع رؤيه تطوير السيد الرئيس حيز التنفيذ. وبدانا بعد كده اول مرحله من مرحله حياه كريمه. محافظه القليوبيه شملت مرحلتين، المرحله الاولى قريه الاحراز اللي احنا موجودين فيها النهارده، ومن امام احنا موجودين امام المجمع الخدمي، واحد من 9 مجمعات خدميه بيتم في محافظه القليوبيه. المرحله الاولى محافظه في قريه الاحراز شملت 17 قطاع، ال17 قطاع كان بيتم تمويلهم بما يقارب 25 مليون جنيه. كان بيتم تنفيذهم، ما كانش الهدف ان احنا نخش القريه لمجرد دخول القريه ان احنا عايزين نعمل مشروع واتنين ونمشي، كان الهدف هو وضع قريه نموذجيه مستدامه الخدمات في البنيه التحتيه والبنيه الخدميه والبنيه الاساسيه. وده كان ده توجيه سياده الرئيس حتى في المؤتمر الاخير اللي كان سيادته عمله. بعد كده بدانا نخش المرحله الثانيه لقريه الاحراز لمركز شبين القناطر بالكامل. وده تم ان احنا نعمل مركز اداري متكامل الخدمات، بيتم دلوقتي احنا موجودين في مركز شبين القناطر، هو ده المركز اللي تم اختياره. عندنا اكتر من 36 قريه بيتم العمل فيها بالتوازي، 148 نجح بما يقارب من 4.5 مليار جنيه بيتم انفاقهم على 225 مشروع تقريبا. طيب مشروع زي المجمع الخدمي، يعني مشروع تحت الانشاء، ياخد وقت قد ايه؟ او هو هل في مده معينه محدده للانتهاء هو مفيش مدة من تنفيذه؟ معينة. احنا عندنا بالظبط ممكن يكون المبادره كلها هتخلص في خلال 6 شهور او سنه باقصى حد، لان محتاجين مراكز ثانيه تخش، وده طبقا لسرعة التنفيذ. في تنسيقات كتيرة جدا بتتم لجمع كل الخدمات اللي ممكنة. احنا شايفين القرية دلوقتي بقت قرية نموذجية بالفعل، يعني انا واحد من الناس احب اعيش في القرية دي.